انفجار نجم غريب حصل من 800 سنة مثل لغزا كبيرا للعلماء منذ هذا الزمن وحتى الآن. انفجارات بيسميها العلماء السوبر نوفا، المستعرات العظمى، وصدقني ملهاش دعوة خالص بحكاية ان النجم الطارق هيضرب الارض وهيسبب زلازل وبراكين، انما دي نجوم ثاقبة زي كل النجوم، انفجاراتها بتثقب جنح الليل المظلم وتخترق سحب الغبار الكونية وتوصل لنا شديدة اللمعان، لدرجة اننا ممكن نشوفها بلمعان كوكب الزهرة وقت شروق او غروب الشمس. ايه قصة انفجار السوبر نوفا القديم اللي سجلوه الفلكيين زمان في اليابان وكوريا والصين، واللي بيعتقد العلماء بعد مرور 800 سنة ان بدأت رياح نجمية عاتية جاية من الانفجار ده بسرعة 15000 كيلومتر في الثانية الواحدة، بدأت تمشي في الفضاء في كل اتجاه. ازاي نجم انفجر وتحول لمستعر اعظم؟ يتحول تاني من جديد لنجم ممكن يحصل له انفجار تاني خلال سنين قليلة من النهاردة. اهلا بيكم. في سنة 1181 ميلادية حصلت حرب جيمبي وور في اليابان، حرب استمرت 5 سنين بين الحكام الأغنياء اللي حكموا البلاد الفترة ديت وجنود تبع عسكر الشوغون شوغونات. في هذا الزمن انتشرت مذكرات كتبها واحد من المؤرخين اللي عصروا الفترة دي، وذكر كل الأحداث السياسية واليومية اللي مر بيها الناس، وكان من ضمنها ظهور نجم جديد لامع وغريب في السماء، ظهر لمدة 6 شهور كاملة وكان لمعانه قوي لدرجة انه بيظهر في شروق وغروب الشمس زي كوكب الزهرة تمام. وكانت الملاحظات والكتابات التاريخية دي مهمة جدا لنا دلوقتي علشان نعرف نقرخ لأحد أغرب انفجارات السوبر نوفا اللي نعرفها في علم الفلك لحد النهاردة. الحدث الفلكي الغريب اللي حير العلماء طوال العصور اللي فاتت ولحد سنة 2021 لما تم حل اللغز وعرفنا من أي حتة في الكون جه الانفجار ده، وكعادة علم الفلك نحل اللغز من هنا ونفرح ونقول تمام يطلع لينا لغز أكتر إثارة من اللي قبله. المستعر الأعظم الشهير ده اسمه SN 1181. أنا عارف إنك إنت عايز تعرف أكتر عن المستعرات العظمى، هحكي لك متقلقش، مش هتطلع من الحلقة ديت إلا وإنت فاهم يعني إيه الانفجارات ديت واللي بتحصل وأنواعها وهل ممكن تدمر كوكبنا الأرض وإيه المسافة اللي لو حصلت فيها الانفجارات ديت تتبات فيها الأرض وتتدمر. لا الارض ايه ده، تسيح الشمس ذات نفسها والمجموعه الشمسيه تختفي. بس انا عايز اقولك الاول ان العلماء عرفوا دلوقتي ان نجمين من نوع الاقزام البيضاء اتصدموا من بعض وعملوا الانفجار الكبير ده، ومع خفوت النوفا الجديد فضل شكله ومكانه في السماء لغز محير ومجهول. والنهارده رجع النجم الجديد للاضواء، لكن مش علشان يبدا يلمع من جديد، لا، لكن عشان باحث دكتوراه ياباني في قسم علم الفلك بجامعه طوكيو وهو الفريق البحثي اللي معاه فك لغز استمر قرون عديده. علشان تتخيل معايا قوه الانفجارات السماويه الهائله دي، علماء من استراليا من 5 سنين اكتشفوا ان رواسب اعماق البحار مليانه ببقايا انفجارات مستعر اعظم قديم اثناء سفر الارض في المجره من 33000 سنه عبر سحابه من الغبار المشع الخافت. لكن ايه هي المستعرات العظمى؟ العلماء العرب زمان وفي العصور القديمه كانوا بيطلقوا على المستعرات العظمى القاب زي النيزك العظيم، الكوكب الكبير، او النجم عظيم الشان، وده لشده لمعان النجوم دي. هم ما يعرفوش انها انفجارات، هما شايفين نجوم بتسطع وتلمع اكتر كده في السماء من النجوم التانية اللي من حواليها وبشكل مؤقت. كلمة نوفا باللاتينية يعني جديد، حتى احنا بنقولها كده جديد نوفي، يعني اي حد كده بيتكلم العامية المصرية يقولك دايما احنا لما نروح نشتري، لا انا اشتريت حاجة جديدة نوفي، وده بيشير لنجم مؤقت بيلمع في سماء الليل لمدة محدودة وبعدين بيختفي. وبتحصل بعض المستعرات بصورة كلاسيكية في الانظمة النجمية الثنائية، يعني نجمين بيدوروا حوالين بعض. الشمس عندنا مثلا نظام فردي من نجم واحد اللي هو الشمس، النجمتين اللي بيدوروا حوالين بعض بيكونوا مختلفين عن بعض. طبعا ده في نوع واحد من انواع المستعرات العظمى. النجم الاولاني مثلا بيكون عملاق احمر ضخم كده ضعف حجم الشمس مئات المرات، والنجم الثاني قزم ابيض كثيف الكتله بحجم صغير جدا، على الرغم من انه صغير بس جبار، هو اللي بيسبب انفجار النوفا اللي احنا بنشوفه من خلال انه بيسرق من النجم الضخم العملاق الغاز والمواد. واثناء انتقال المواد ديت للقزم الابيض اللي هي جايه من النجم الاحمر الكبير،
للقزم الأبيض الصغير، الضغط هنا بيزيد فبيحصل انفجار، ممكن يكون متكرر لو كان متوسط أو ضعيف، ممكن يكون كارثي وبكده مش هيتكرر لأنه حرفيا هيدمر النظام النجمي تماما ويحوله لنظام جديد مختلف كلية عما كان عليه في السابق. اللي بنتكلم عليه هو النوع الأول من المستعرات العظمى، إنما في نوع تاني لنجم كبير بيحصل له في نهاية حياته انفجار بيقذف فيه النجم غلافه الخارجي للفضاء وبيكون سديم أو سحابة براقة من الغاز والغبار أو البلازما حوالين لب النجم المتبقي من الانفجار. لب النجم بقى بيتحول إلى نجم قزم أبيض أو نجم نيوتروني، ولو كانت كتلته أكبر من كتلة الشمس 20 مرة هيتحول لثقب أسود، وبالتالي مش هينفجر تاني لمستعر أعظم لو وصل لمرحلة الثقب الأسود. لو حابين نتكلم بتفاصيل أكبر عن الأنواع الكتيرة للمستعرات العظمى اكتبوا لنا في التعليقات، أصله في تفاصيل كتيرة مهمة في الموضوع ده. ده احنا بنتكلم فقط عن نوعين رئيسيين، وكل نوع رئيسي منهم يعني بيكون ليه أنواع تانية فرعية. في الألف سنة اللي فاتت لم تشهد مجرتنا درب التبانة إلا 5 أحداث بيصنفوا إنهم انفجارات سوبر نوفا تم رصدهم، الأربعة التانيين غير الانفجار اللي بنتكلم عنه النهاردة واللي تسمى زمان بالنجم الزائر الصيني Chinese Guest Star، وهو الأكثر غرابة ما بينهم ولسه في حاجات كتيرة مجهولة فيه. إحنا ما لقيناش أي أثر لسحابة سديمية واللي بتحصل بعد الانفجار زي ما قلنا من شوية، على عكس السوبر نوفا الأربعة اللي عرفنا نحدد موقعهم كويس ونرصد كمان الآثار الباقية من الانفجار زي سديم السرطان اللي بيعتبر سحابة سديمية باقية من أثر انفجار سوبر نوفا الخاص ب 1006 اسمه SN1006 لأنه هو كان في سنة 1006 ميلادية. وخلال 900 سنة اللي فاتت حاول العلماء انهم يعرفوا أي أثر للانفجار ده لكن بدون أي نتيجة، لكن في 2021 وبالتحديد في 15 سبتمبر حصلت المفاجأة الغير متوقعة. فريق بحثي نشر دراسة مهمة جدا هنلاقيها ان شاء الله في صندوق الوصف في مجلة الفيزياء الفلكية Astrophysical Journal Letters. درس الفريق البحثي سحابة سديمية مشهورة اسمها الفلكي BA30 واللي اكتشفتها بالمناسبة عالمة فلك أمريكية هاوية في سنة 2013 واسمها دانا باتشيك. طبعا هي ما رصدتهاش بنفسها إنما بحثت في بيانات أحد التلسكوبات الأمريكية واكتشفت إن في لطخة كده صغيرة في الصور اللي كانت بالأشعة تحت الحمراء، ومن الزمن ده تم اكتشاف السديم ده واللي كان سديم عادي زيه زي آلاف السدم المرصود. وفي سنة 2019 اكتشفوا في السديم ده نجم من أغرب نجوم مجرتنا درب التبانة بالاسم اللي هيظهر قدامك دلوقتي، نجم شديد السخونة وعنده رياح نجمية عتية سرعتها تقريبا 16000 كيلومتر في الثانية الواحدة وبتركيبة أساسية من الأكسجين والكربون والنيون وما فيش أي أثر للهيدروجين أو الهيليوم. السرعة الكبيرة للرياح الخاصة بالنجم ده لا تصدر إلا من نجم جديد نشأ من مستعر أعظم سوبر نوفا وبشكل دقيق من خلال اندماج نجمين من أنواع الأقزام البيضاء. يبقى إذن هذا النجم مش نجم عادي، لا إنما نجم نشأ من مستعر أعظم، وبالتالي إحنا لما نشوف إن المنطقة ديت فيها نجم جديد نشأ من مستعر أعظم وإحنا عندنا مستعر أعظم مش عارفينه حصل فين فلازم نفكر في الموضوع. فالتحليل الطيفي كشف أنه نجم متكون من رماد الكربون المحترق وبالتالي ده بيشير إلى أنه نشأ من سوبر نوفا. ومن الوقت ده تم اقتراح أن النجم اللي بيطلق عليه اسم باركرز ستار ده نوع من أنواع المستعرات العظمى من الفئة 1AX. طبعا احنا عرفنا خلال الفترة اللي فاتت ان 10% بس من انفجارات السوبر نوفا هي من النوع 1AX، وفي بيان صحفي للفريق البحثي في جامعة مانشستر قالوا ان السحابة السديمية اللي هي اسمها BA30 بتتوافق مع العمر والموقع والشكل للسوبر نوفا بطل قصتنا النهاردة SN1181، وان السحابة السديمية قدر الفريق يقيس سرعتها في الفضاء ب 110 كيلومتر في الثانية. تخيل السحابة دي لو انطلقت من الأرض باتجاه القمر هتوصل في 5 دقائق بس، طبعا ده مجازا يعني، السحابة دي ممكن تكون قد مجموعتنا الشمسية عشرات المرات، احنا ولا حاجة في المسافات الفلكية الكبيرة دي. الفريق أعلنها صراحة ان السحابة دي مركزها نقطة صغيرة حصل فيها انفجار سوبر نوفا من 1000 سنة، بالتالي قدروا يجزموا ويؤكدوا
ان السحابة دي هي الخاصة بالسوبر نوفا بتاعت النجم الصيني الزائر الجديد. السحابة موجودة في كوكبة ذات الكرسي كاسيوبيا، والسجلات القديمة بتقول ان النجم النوفا الجديد اللي شافوه اليابانيين والصينيين كان في نفس المنطقة. كوكبة كاسيوبيا اللي اسمها عند العرب ذات الكرسي من اشهر الكوكبات النجمية اللي لقينا فيها مصادر لاكتر من سوبر نوفا. طبعا بتتميز السدم في كوكبة ذات الكرسي بجمال عظيم وبألوان بديعة، بالرغم من جماليتها إلا إنها يا جماعة بقايا انفجارات نجمية عنيفة مدمرة لأي مجموعات كوكبية أو حتى نجوم قريبة منها. النجمتين اللي اتصدموا ببعض هما نجمتين من نوع الأقزام البيضاء، نجوم ميتة، جمر نجمي بارد بينشأ لما بتموت النجوم الصغيرة والمتوسطة اللي زي شمسنا، لما بتخلص وقودها النووي الهيدروجين اللي بيحترق وبيتحول لهيليوم، وبيخلي النجم ينور ويشع حرارة. الوقود ده والعمليات والتفاعلات النووية اللي بتحصل هي اللي بتمنع قوى الجاذبية داخل النجم انها تنتصر وتبلع كل المواد. اذا كانت القوى الداخلية الجاذبة والقوى الخارجية الطاردة اللي هي التفاعلات النووية قد بعض في المقدار، بيعيش النجم ملايين السنين لغاية ما تنتصر قوى الجاذبية في لعبة شد الحبل النجمية الغريبة دي. مع انتصار الجاذبية بتتعرض نواة النجم لانهيار الجاذبية ذات نفسها، وبالتالي بيفقد النجم طبقاته الخارجية وبيتحول لعملاق أحمر، تقريبا نفس مصير الشمس اللي هتنتفخ في نهاية حياتها وتتحول لعملاق أحمر يتمدد في الفضاء وتوصل مساحتها لغاية ما بعد كوكب المريخ، يعني تيجي لغاية عندنا هنا في موقع كوكب الأرض اللي ما نعرفش وقتها هيكون فين كوكب الأرض، هل هو هيبتلع ولا هيطرد إلى مسافات بعيدة ويبرد ويتجمد. مش عايزك تخاف، لأن علميا لغاية دلوقتي الموضوع ده هياخد حوالي 5 مليار سنة من النهاردة. أنا عايزك تخاف أكتر من وحشية البشر اللي بحماقتهم ممكن يدمروا الكوكب ويبيدوا البشرية. معلش طلعت من الموضوع شوية بس عشان الواحد متضايق وفي بؤس شديد من اللي بيحصل حوالينا. المهم في نهاية المطاف بتنجرف الطبقات الخارجية للنجوم الميتة تاركة نواة النجم على شكل جمرة كونية صغيرة بحجم كوكب الأرض بنسميها الأقزام البيضاء. نجم عملاق أحمر بيكش ويقل ويبقى بحجم الأرض ويتحول لقزم أبيض، ونحمد ربنا على كده. شمس نجمنا الحنون موجودة في منطقة مميزة في المجرة. كل النجوم القريبة مننا نجوم في حالة مستقرة، ومعظم النجوم إخوة الشمس واللي زيها في الحجم بتدور في أنظمة ثنائية. ممكن جدا تتصدم مع بعضها في الأنظمة دي، لما بتدور الأقزام البيضاء حوالين بعضها في النظام الثنائي بتعمل تموجات في نسيج الزمكان اللي هو الفضاء، واللي بيسميها العلماء موجات الجاذبية gravitational waves. لكن اللي نعرفه يا جماعة ان التصادم بين القزمين الابيضين بيدمرهم هما الاثنين، بيخفيهم هما الاثنين من الوجود. لكن في الحدث النادر اللي بنتكلم عنه النهاردة المعروف بسوبر نوفا من النوع 1AX، بيترك نجم قزم ابيض واحد بيدور بسرعة، وده شيء غريب وأول مرة نشوفه. السوبر نوفا ده مهم لأنه بيخلينا نعرف إيه الإجراءات اللي هتحصل للشمس بعد ملايين السنين لما تتحول لنجم قزم أبيض وتهيئ الظروف لوجود قزم أبيض جديد في الجوار. باختصار القزم الأبيض هو النواة المكشوفة لنجم زي شمسنا بعد ما وصل لنهاية حياته. عزيزي المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفة، عايز أقولك إن فريق بحثي من جامعة طوكيو باليابان بقيادة تاكاتوشيكو من قسم علم الفلك بالجامعة، الفريق ده ابتكر برمجية حاسوبية وعملوا تحليل رصدي علشان يعملوا محاكاة لانفجار السوبر نوفا الشهير SN1181 الناتج عن اصطدام النجمين القزمين الأبيضين، ولقيوا إن تقريبا من 20 إلى 30 سنة فاتت، يعني تقريبا من سنة 1990، بدأت رياح نجمية عاتية عالية السرعة تهب من سطح النجم اللي نتج عن الانفجار. هنلاقي في الصور اللي اتعملت بالأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية والنتائج بتاعة الرصد ده وضحت وجود مناطق صدمات خارجية وداخلية مميزة، ودي حاجة عجيبة. الأكثر إثارة للدهشة يا جماعة إن الفريق ليه إن الرياح دي زي ما قلنا من شوية بتهب في وقت حديث جدا، يعني الانفجار حصل من 1000 سنة والرياح دي شغالة بدأت تنشط من جديد خلال 30 سنة اللي فاتت، بالتالي في نشاط جديد هناك، في تفاعلات نووية جديدة بتحصل،
وان اشكال الاندماج النووي ما زالت مستمرة. يعني النجم بدأ يشتغل ويحرق شوية من الوقود، بالتالي الموضوع ده عايز مزيد من الرصد والمتابعة. وبالفعل الفريق البحثي هيعمل أرصاد باستخدام التلسكوب الراديوي الكبير VLA الموجود في المكسيك، وتلسكوب سوبارو اللي عنده عدسة قطرها أكبر من 8 متر والموجودة في هاواي. ده بالتالي هيعرفنا هل هيكون في انفجار نوفا جديد هناك بسبب النشاط الجديد ده، وإيه هي فرص النجم الجديد هناك في الأنشطة دي. النشاط المفترض بدأ من 30 سنة، فهل هنشهد خلال السنين اللي جاية انفجار نوفا جديد في النجم الوليد الهجين غريب الأطوار؟ ياريت بقى تكتب لي توقعاتك في التعليقات، هل ممكن يحصل نوفا جديد في حياتنا ولا الموضوع هيستغرق زمن طويل؟ لو عجبتك الحلقة ياريت ما تنساش دعمنا بالضغط على زر الإعجاب اللي بيخلينا مستمرين. لو حابب تدعم فريق القناة فزرار القلب موجود تحت وأكيد هنقول لك شكرا. ولو أول مرة تشوفنا فقناة انفوسفير هي القناة العربية الأولى اللي بتقدم أخبار علوم الفلك والفضاء بمصداقية بعيدا عن التهويل والإثارة. اشترك بالقناة وخدك لفة كده وتابع الفيديوهات والحلقات السابقة، هتلاقي فيها قصص جميلة ومثيرة. وفعل زر الجرس عشان تتابع معنا الحلقات اللي جاية إن شاء الله، وعلى وعد باللقاء في برنامجكم وقناتكم انفوسفير. ولف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهم سليم، سلام عليكم.